ونعود إلى الملف اليمني، وانضم إلينا الآن للتعقيب على هذا الموضوع عضو البرلمان اليمني الأستاذ شوقي القاضي. مرحبا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا أختي. أهلا وسهلا بك. إذا هناك مئات المعتقلين، هل هناك رؤية واضحة تجاه ملف المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن اليوم؟ للأسف أختي، أولا شكرا جزيلا لقناتنا الكريمة أنها تفتح مثل هذه المواضيع المهمة، حيث أن المختطفين والأسرى والمعتقلين ربما تخفت كثير من الأصوات التي تنادي بحقوقهم ولا بواسي لهم كما يقال في ظل تفاقم الأوضاع. سجون ميليشيا الحوثي للأسف وصالح تمتلئ بآلاف المعتقلين، وقبل أيام أجرت إحدى القنوات الفضائية تقريرا عن المعتقلين الأطفال والنساء في سجون ميليشيا الحوثي يعانون من كثير من يعني الأوضاع السيئة، لا حقوق، لا لجان تقصي حقائق حولهم، لا إنصاف، لا شيء مطلقا، إلى درجة أنهم الآن يتفننون بتعذيب بعضهم ليستخرجوا بعض الاعترافات الهشة هنا أو هناك. فللأسف يعني للأسف آلاف المعتقلين في أوضاع مزرية جدا. من يحمي حقوق الإنسان اليوم في اليمن؟ لا أحد يحمي حقوق الإنسان في اليمن، حيث أن المنظمات الدولية حاربتها ميليشيا الحوثي وصالح وضايقت عليها في العاصمة صنعاء وفي المدن الرئيسية التي تسيطر عليها، وبالتالي إما بعضها نزح إلى خارج اليمن وبعضها ربما نزح إلى مدينة عدن، لكن حقوق الإنسان مهدرة تماما، حيث أن المنظمات والجهات المعنية بذلك لا تقوم بعملها. وقبل مدة رأينا نائب الأمين العام للأمم المتحدة وكنا مستبشرين أنه سيزور تعز ليطلع على بعض المأساة من قصف الحوثيين وصالح على هذه المدينة وعلى المدنيين وعلى أهلها من النساء وأطفال وشيوخ، لكن للأسف وصل إلى منطقة خارج المدينة ثم عاد أدراجه تحت مبررات واهية للأسف. وبالتالي لا معول لنا إلا أن ينتصر اليمنيون في حربهم ضد هذا الانقلاب ويسقطوا هذا الانقلاب لتعود الدولة، ومن ثم تفتح مثل هذه الملفات والإنصافات. سياسيا الآن، هل من الممكن أن نشهد عودة للمفاوضات في الأيام القليلة المقبلة أم لا؟ نتمنى ذلك، لكن للأسف ميليشيا الحوثي وصالح ليسوا جادين مطلقا من ناحية، ومن ناحية أخرى الصراع الإقليمي والصراع الدولي للأسف بين الأقطاب المهيمنة على القرار الدولي وأخص مجلس الأمن والأمم المتحدة يشجع الحوثيين على أن يتمادوا في التمرد وفي الابتعاد عن مسارات الحلول السياسية. لو أن المجتمع الدولي جاد، ولو أن أيضا حتى الإقليم للأسف يعني للأسف الإقليم نفسه يبدو أن قراره ليس موحد، وبالتالي يجد الحوثيون ثغرات يتمادون في الانقلاب على كل الاتفاقات والتهرب من كل الالتزامات. عضو البرلمان اليمني الأستاذ شوقي القاضي، شكرا جزيلا لك.